طب ايه هو السبب الحقيقي بقى لفقدان حاسه الشم او التذوق للي بيجي له بقى كورونا؟ وطبعا في بدايه الازمه ما كناش نعرف السبب ايه، بس دلوقتي في دراسات مؤكده اتعملت، زي جامعه هارفارد الامريكيه عملت دراسه. الاول درسوا العصب اللي موصل الريحه او الطعم للمخ، لقوا ان مفيش مشكله، العصب ده الكورونا او الفيروس مش بيصيبه، مش هو المسؤول مش هو المسؤول. لقوا العصب سليم. طب ايه المشكله؟ لقوا ان في اغشيه مخاطيه في الانف، دي اللي الاغشيه المبطنه للانف، الاغشيه دي اللي بتنقل الريحه للعصب. الاغشيه المخاطيه دي فيها مستقبلات الاي سي اي 2 اللي الفيروس بيهاجمها. فالاغشيه المبطنه للانف هي اللي الفيروس بيصيبها، فبالتالي بينقل بيمنع بقى نقل الاحساس بالريحه والتذوق. بس لحسن الحظ ان الدراسه دي قالت ان القصه ما بتبقاش فقد دائم، اول ما الجسم بيتغلب على الفيروس الحكايه كلها بتاخد اسبوعين ثلاثه وبيرجع تاني. فاحنا بنقول للناس ما تقلقوش، لان في ناس مخضوضه من موضوع الشم والتذوق، لان بيبقى فجاه بيبقى معدوم الشم والتذوق بيبقى معدوم، في ناس بتخاف جدا وتفتكر ان خلاص كده التذوق والشم راح. لا، الحكايه كلها بالظبط من اسبوعين لثلاث اسابيع. بس في سبب تاني مهم جدا لفقدان حاسه الشم والتذوق، هو ان الجسم بيستهلك كميات زنك كبيره جدا في مهاجمه الفيروس. عشان الفيروس الجسم يقضي عليه لازم الزنك يدخل جوه خليه الفيروس عشان يقدر يسيطر على خليه الفيروس ويقتلها او يوقف نموها. فالزنك عامل رئيسي، حتى ادخال ماده الكلوروكين فوسفيت في الموضوع، ان الكلوروكين فوسفيت كل دوره في القصة دي كلها ان هو بيساعد على ادخال الزنك جوه الخلية. يعني الزنك هو السلاح اللي الجسم بيقتل بيه او يوقف بيه نمو الفيروس. فاللي بيدخل الزنك جوه خلية الفيروس هو الكلوروكين فوسفيت. فده الربط ما بينهم. الزنك الجسم لما بيستهلك زنك كتير جدا، من علامات نقص الزنك في جسمنا هو فقدان حاسة الشم والتذوق بصفة عامة. يعني الزنك لما بيقل في جسمك بتفقد مستوى أو بتفقد حاسة الشم والتذوق. فعشان كده دايما اللي عنده فقدان لحاسة الشم والتذوق دايما بيتوصف له زنك. وأوريدي بروتوكول وزارة الصحة لازم يبقى فيه زنك، يعني من أساسيات البروتوكول بتاع وزارة الصحة العلاجي. البروتوكول العلاجي بتاع وزارة الصحة والوقائي برضو، أن ننصح الناس أنها تاخد زنك. فالزنك بتلاقيه في الحاجات الأساسية، حتى البروتوكول الجديد في وزارة الصحة لازم الزنك هو رقم واحد. طب دكتور، هل في أسباب تانية لفقدان حاسة الشم والتذوق غير كورونا وغير نقص الزنك في الجسم؟ في حاجات كتير. أولا هي بعد نزلات البرد على فكرة، بس ما بتبقاش بالقوة دي. الناس اللي عندهم المرض او العدوى بصفه عامه، يعني في برضو الناس المصابين بالجيوب الانفيه بيبقى يجي لهم حكايه فقدان حاسه الشم والتذوق، بس ما بتبقاش عنيفه كده برضو. وفي نفس الوقت برضو التقدم في العمر، مع التقدم في العمر بيبقى في عدد براعم التذوق بتقل، فالقدره على التذوق بتقل. لذلك كبار السن قوي ممكن ما يميزوش قوي بين الحاجه الحلوه والمره، فتقدم السن عامل رئيسي. برضو كمان لو في اورام في الانف، اورام مش شرط ان هي تكون خبيثه، يعني الاورام الغير خبيثه، الاورام الحميده، زي لو في ورم في بطانه الانف، الجيوب الانفيه لو ملتهبه وورمه تسبب برضو مشاكل في حاسه الشم وبالتالي التذوق، لان احنا قلنا ان هم مربوطين ببعض. كمان لو في اصابه بالراس، في الراس، يعني واحد اتخبط في راسه، بس دي بتبقى مؤقته لغايه ما الالتهاب، او لان الاصابه ممكن تاثر على العصب اللي هو بينقل الريحه للمخ، بس تبقى مؤقته لغايه ما يحصل شفاء من الاصابه. كارتجاج يعني؟ او اصابه خبطه بتاع فاثرت على العصب. نفس الكلام لو حاصل افرازات كبيره للمخاط، بتؤثر برضو على الجزء او الاغشيه المبطنه للانف، فبالتالي ما بتشمش الريحه كويس. لو شميت روائح مواد كيميائيه خطيره او نفاذه قوي، ممكن برضو تعمل بلوك للمراكز دي.